كتير قوي بالطريقه دي. الوقت، الصحه، الزمن، العمر، الكذا، اصنام اصنام اصنام، الوسطة، ما عنديش واسطه، ما عنديش كذا، دي كلها اصنام. انا حظي وحش، انا مش ايوه صحيح. فدي الصوره الحديثه للاصنام. فلو رجعنا بقى لكل الايات اللي بتتكلم عن الاصنام، بتحكي عن الصنم الفكري ده، ده صنم جوانا. يوم الانسان يحس ان هو يعني مثلا في اصنام، يعني من ضمن القناعة احنا بنسميها قناعات، ولكن انا بحب اقول لفظ الصنم لان لازم يتكسر. تيجي تقول لحد انت ليه ما كده والدنيا ملخبطه، يقول لك يا اخي هي الفرصه ما بتجيش غير مره واحده بس. صنم اهو، صنم، خلي بالك اللي يقول كده قفل قفل دماغه. ايوه لا، واستغفر الله العظيم، كانه بيقول ربنا بخيل. استغفر الله العظيم، مع ان ربنا بيقول في القران ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. الرزق موجود على طول، فلما انت تقول الفرصه ما بتجيش مره واحده بس، انت اللي قفلتها، دماغك هيقفل. طب ثانيه واحده، طيب